عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه مسألة مختلف فيها عند العلماء، وتعرف أنت الحنابلة كما في الزاد وكما في دليل الطالب وغيرها، قالوا لا، ما تجزئ ولا تجزئ البقرة ولا البدن إلا عن واحد، عن نفس واحدة. وأيضا هذا الكلام كقول المالكية رحمة الله على الجميع، كما في التاج والإكليل وغيرها، واختاره ابن القيم في تحفة المودود أيضا، واختاره الشيخ الفوزان، واختاره الشيخ الألباني، واختاره الشيخ بن عثيمين في شرحه على زاد على في شرحه على في شرح الممتع على زاد المستقنع. لا يجزئ فيها شرك دم، فلا تجزئ البعير عن واحد، ولا تجزئ عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة، من باب أولى لا تجزئ عن أربعة. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد أنها تجزئ، واختار الشيخ بن باز، فلو ذبح بقرة مثلا ونوى واحد أضحية، والثاني نوى هدي تمتع، والثالث نوى هدي القران، والرابع نوى كفارة يمين، والخامس نوى كفارة ترك واجب في الحج، والرابع والسادس نوى تطوع، والسابع نوى عقيقة، أجزأتهم. هذا قول الأحناف، قاله أبو حنيفة وصاحب محمد الحسن الشيباني و أبو يوسف يعقوب رحمة الله على الجميع. قالوا لكن بشرط أنهم كلهم يريدون القربة وليس اللحم. والشافعية أيضا ممن أجاز هذا التشريك فيها، قالوا بدون شرط مطلقا، يعني لو واحد أراد قربة والثاني أراد اللحم أنه مطلقا. طيب إيش العلة في موضوع أن من أراد القربة؟ قالوا لأنه من أراد القربة، لأن الأصل في الموضوع كله هو أن إنهار الدم، هذا هو الأصل في الذبح، هذا التقرب بإراقة الدم. فالذي يريد القربة نعم تقرب بذلك، لكن الذي أراد اللحم لم يتقرب بذلك. والقربة في البقرة والبدنة لا تتجزأ ولا تتبعض. وزفر طبعا من الأحناف ذهب إلى أكثر من ذلك، فقال لا بد للسبعة أن يشتركوا في نية واحدة، في نية واحدة عقيقة كانت، لابد السبعة كلهم يكون ينوين عقيقة. إذا كان في نية نسك لابد كلهم يكون ناويين الهدي النسك، سواء تمتع أو قران. أضحية كل السبع يكونوا ناويين أضحية. ولا شك أن هذا بعيد قول الزفر. وعلى كل إلا محمد فعله عن ابنه عبد الله، كما جاء في رواية حنبل عنه، ذكرها ابن القيم في تحفة المولود عن أحكام في أحكام المولود، أنه ضحى وعق ببدنة عن ابنه عبد الله، فدل على جواز ذلك. وأيضا روي عن أنس بن مالك أنه فعل ذلك، أنه عق عن أولاده ببدنة. فإن شاء الله أنه يصح إن شاء الله عز وجل من أراد أن يذبح بدنة أو يذبح بقرة ويجعلها عقيقة عن أولاده، إذا كان عنده ولدان مثلا، فيحتاجون إلى 4 أسباع قياسا على أن الشاة جعلت في الهدي بسبع. وإذا كان مثلا عنده 7 بنات ذبح بدنة أجزت عن 7 البنات، لكل واحد يعق عنها بشاة التي تعدل 7 في البقرة والبدنة، قياسا على هدي التمتع والقران والتسبيع في مسألة الهدي. وإن وجد شاة أفضل كان أفضل طبعا، وأسنانها هي المجزئة في الأضحية، المجزئة في العقيقة، 6 شهور للضان وسنة للماعز وسنتان للبقر و5 سنين للبدنة. ونسأل أن تقبل منا منكم، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم ارحم أبي وأخي وعم وجماعة المسلمين، ولا تضيع فضلك ورزقك بالرضا يا رب العالمين. تم تحريره صوتيا في قبيل مغربي 2/5 خلونا من ذي الحجة الحرام لعام 43 و400 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.